الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها مشاهدين مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القواسمي من محافظة قنا وبالتحديد من داخل مدرسة تحفيظ القرآن ومدرسة الفرقان هنا في قرية كوم يعقوب بمركز أبو تيش شمال محافظة قنا. شايفين طبعا مجموعة من السيدات هنا يعني يتحدين الصعاب ويحفظن القرآن الكريم هنا داخل المدرسة. تفاصيل أكثر عن يعني تلك يعني أو ذلك المشهد الجميل معنا يعني فضيلة الشيخ القائم على المدرسة. السلام عليكم. السلام. نتعرف بحضرتك أخ محمود أحمد محمود عز. كنا عاوزين يعني نتعرف على المدرسة وخاصة عن يعني تحفيظ القرآن الكريم للسيدات هنا داخل المدرسة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل الله تعالى وتوفيقه يعني ربنا أكرمنا بهذا العمل المبارك هو مدرسة القرآن الكريم. بدأنا في المدرسة بالأطفال الصغيرين الأولاد، ولكن أخواتنا الكبار اللي لم يعني يحالفهم الحظ في تعلم القراءة والكتابة تحدوا هذا الأمر وطلبوا أن يحفظوا أن يكونوا دارسين بالمدرسة. وبفضل الله عز وجل أولا ثم المعلمات معنا المعلمة الشيخة عزة عبد الواحد هي اللي يعني قامت بتحفيظ هؤلاء السيدات. بدأت معهن من أول سورة الفاتحة يعني دون أن يكونوا يعرفون القراءة
والكتابة، ولكن بفضل الله عز وجل وتوفيقه استطعنا هؤلاء أن يقرأنا في الجزء الثالث الآن كما سمعت حضرتك. يقرأ في الجزء الثالث من القرآن الكريم قراءة متقنة وقراءة محكمة، والفضل لله أولا ثم للشيخ عزي بارك الله فيك. يعني هم هنا بيحفظوا القرآن الكريم دون أن يكونوا على دراية بالقراءة والكتابة؟ يعني معظمهم، أغلبهم لا يعرف القراءة والكتابة، وإن كان بعض منهم يعرف القراءة، لكن الأغلب منهم أما اللي بيعرفوا القراءة والكتابة ليهم مجموعة تانية. هذه المجموعة خاصة بالأميات الذين أو اللاتي لا يعرفن القراءة والكتابة. أعمارهم تتراوح ما بين كام مثلا؟ والله هم فيهم من 30 لحد 60، يمكن في 70، يمكن هنا في 60 احنا معنا، ممكن حد 60 لحد 60 سنة. هنتكلم مع إحدى طبعا السيدات الموجودة هنا داخل المدرسة. السلام عليكم. عليكم السلام. كلمينا يعني عن فكرة مجيئك هنا للمدرسة وتعلمك وحفظك للقرآن الكريم هنا داخل المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت لبيت الأب العزي بارك الله فيه، وأخواتي المؤمنين دول كله جايين عشان أحفظ القرآن. أنا ما الله يعني ما رحش مدرسة مدارس ولو تاني، بس ما عرفتش حاجة، فالحمد لله على كل حال وصلنا الجزء الثالث. جميل، وصلت للجزء الثالث في القرآن الكريم. كلمينا عن الفرق اللي حاسة فيه قبل مجيئك هنا في المدرسة وحفظك للقرآن الكريم، إيه اللي تغير معك؟ فرق كثير جو، الحمد لله يعني فرق كثير جو بين، يعني فرق كبير جو بين دلوقتي وقبل، الحمد لله. طيب عايزين كده يعني دعوة للفتيات وللسيدات يعني للقرآن الكريم، وإنهم يحفظوا القرآن الكريم ويواظبوا على حفظ القرآن الكريم. إن شاء الله ربنا يهديهم إن شاء الله ويتقبل منين ومنهم إن شاء الله عمل صالح. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، زي ما حضرتكم شايفين معنا طبعا مجموعة من السيدات يواظبنا على حفظ القرآن الكريم هنا داخل المدرسة. معنا طبعا سيدة أخرى هنا داخل المدرسة. طبعا يعني كلمينا عن المدرسة هنا والأوقات اللي بتيجي فيها، وإزاي بتقدر تواظبي على يعني حضورك هنا في المدرسة وعلى مستلزماتك في البيت وزي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواظبة قوي على الدي يعني ما نجيبها لي، ومبسوطة أني كل أول كنت شايف أقرأ الفاتحة ولا عارف أصلي يعني لحالي، لو ما أعرف يعني كثير برضو الحمد لله. بتعرفي ازاي توفقي ما بين المنزل واحتياجات يعني البيت؟ ما اوفق، اخلي الوقت لما اكون هنيدي ما نعملش حاجه يعني، ابقى عارفه نفسي من عشيه رايحه بكره يعني ما نعملش حاجه. وصلتي للجزء الكامل دلوقتي في القران؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقكم ان شاء الله للحفظ، عاوز احفظ يعني. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم طبعا نتابع الفعاليات هنا داخل المدرسة وحفظ السيدات للقرآن الكريم. هنتابع معكم مرة ثانية طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء
إذا